ديال اليوم خصصناها لمادة الملوخية أو لخضرة ديال الملوخية. أنا شخصيا عزيز عليا الدكتورة تنظن كذلك. طاجين تعجبك طاجين أستاذ؟ طاجين طاجين ياك. غزال الملوخية ولكن بزاف الناس ما تتعجبهمش على غير راسنا بالعياشي، رغم أن على ذلك فأكيد غادي يكلمنا على المنافع ديالها لأن فيها بزاف تظهر لي. نعم، فالملوخية داخلة في الخانة ديال الخضر ديال فصل الصيف، لأن فصل الصيف هو ماشي فصل الخضر، كاين الملوخيه كاين البصله، نقدروا نزيدوا القرعه، نقدروا نزيدوا بعض الخضره ولا جوج حدا اخرين. ففصل الصيف ماشي هو فصل القوقوج الجلبانه، الناس اللي باغيين يطيبوا قوقوج الجلبانه راه ماشي في الصيف، لان فصل الصيف هو فصل الفواكه. فالملوخيه عندها مجموعه ديال الفوائد اللي تتمتاز بهم على الاغذيه الاخرى. اكيد ان في التركيبه ديالها في لا تيكستور ديالها منين تطيب ف تكون واحد شويه ديال خاصها غير ما تفرقعش، خاصها تكون تبقى صاينه، زعما بقات صاينه ولا تفرقعات يبقى ديك الماده اللزجه ديالها هي اللي تتميزها على الخضر كامله. صحيح. يعني ما كاين حتى شي خضره اللي فيها هذيك الماده اللزجه اللي كاينه في هذيك الملوخيه واللي هي غادي نرجع لها من بعد. الوغ الملوخيه هي عامره بالاملاح المعدنيه، تقريبا تلقاو 2 غرام ديال الكالسيوم في 100 غرام ديال الملوخيه، ما كاينه حتى شي خضره. تلقاو نسبه كبيره ديال البوتاسيوم بشكل كبير تتفوت كذلك 2 ديال الغرام، بالاضافه للمغنيسيوم، بالاضافه للمنغنيز. فهاد البوتاسيوم اللي فيها وهاد الكالسيوم اللي فيها اللي هي تعتبر مصدر مهم للكالسيوم بالنسبه للجسم ديالنا، الناس اللي تياخذوها تتبقى هاد الماده اللزجه. الوغ العلاقه المباشره اللي كاينه ما بين الملوخيه وهاد المحتوى ديال الاملاح المعدنيه اشنا هو؟ سيكو هذيك الماده اللزجه اللي كاينه في الملوخيه تتساعد الامعاء، بحال تتنقي الامعاء. حنا هضرنا على الالياف الغذائيه بشكل كبير. صحيح. وقلنا بان الالياف تيلعبوا هاد الدور هذا ديال انهم تنقيو الجهاز الهضمي ديالنا. صحيح. ولكن هاد الماده اللزجه اللي كاينه في الملوخيه تتلعب هاد الدور ديال الاصلاح او ديال التنقيه ديال الامعاء ديالنا، وبالتالي شنو تيوقع مباشره من بعد؟ تترتفع نسبه الامتصاص على مستوى الامعاء، وكذلك سهوله الهضم اللي بالنسبه للمكونات الغذائيه اللي تيوقع لها على مستوى الامعاء، خصوصا بالنسبه للدهنيات، لان كل مكون عنده البلاصه ديالو فين تيتهضم. فهذه الماده اللزجه اللي كاينه في الملوخيه اللي تتلعب هذا الدور ديال التنقيه ديال الامعاء، وتنقيه الامعاء تعني الرفع من البكتيريا النافعه والنقص من البكتيريا الضاره، وبالتالي تيكون عندنا النتيجه من بعد هو الرفع من نسبه الامتصاص ديال جميع الاملاح المعدنيه اللي يمكننا ناخذهم من بعد. فهذه تتبقى خاصيه تتمتاز بها الملوخيه، سواء كانت طايبه طاجين او لا طايبه شوربه او لا شوربه او لا طونكو، كاينه هذيك الماده اللزجه اللي هي ما تتاثرش بشكل كبير بلا بلا بدرجه الحراره او لا بالتغير. يعني مقتنع بهذا الكلام اللي تقول الناس طبيعه الحال. طبيعه الحال ما عندك ما تاكلهاش، تبقى الخضره الوحيده اللي ما تنقدرش عليها واخا بزز واخا عزيزه بزاف على الوالده، ولكن انا ماشي لا طال الله ما تقدرش. الملوخيه خاصها تتكل في الصيف، الناس اللي يقدروا ياخذوها يمكن ياخذوها يوميا في الصيف، يعني ممكن يومي. انها تاخذ يوميا حاش لي داس يعني الناس اللي تيقدروا عليها ممكن انهم ياخذوها يوميا. بالعكس انا قلت لك هي مفيده بالنسبه للجهاز الهضمي. بالنسبه للمصابين بداء السكري ممكن انهم ياخذوها لان ما فيهاش تقريبا السكري، الناس اللي عندهم مشكل ديال الكلي كيف ما كان مشكل الكلي ما خصهمش ياخذوا الملوخيه. الناس اللي باغيين كذلك عندهم ارتفاع الكوليسترول ممكن ياخذوها، وحتى الناس اللي باغيين يضعفوا ممكن يعتمدوا عليها هي كغذاء في الحميه ديالهم، لان ما فيهاش سعرات حراريه كثيره، هي قليله السعرات الحراريه ولكن تتساعد في انقاص الوزن. واضح، شكرا لك سي نبيل عياشي. نمشيو لحظه عند سي طارق بينال الاخصائي في التجميل باش يقدم لنا النصائح ديالو اليوم.